بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بطلب من واحد من الإخوة يعني يعملني مساج على الفيديو، اللي تعمل زي عملنا متواج بسيركوي فرمي، يعني البرودوي منه فيه من غير ما يمشي للريزرفوار ويرجع، خاطر مش يمشي للريزرفوار باش يتخلص بالمازوط وباش ينقص المفعول نتاعو هكا، كما يحب يشوف المفعول نتاعو باش يعطي أكثر. ولا زلنا الحالة هذه، تحضروا زوز ديريتات طويل واحد قصير ولا زوز كبعضهم ولا مش مشكلة. حضروا هذايا ممتاز ياسر، أنا يعجبني اللي هو نيتوايون انجكتور، هذايا ماركة ونكتب لازم يكون عليه تريتمون ديزل أو نيتواياج انجكسيون، انجكسيون انكراسي تريتمون ديزل، هذايا يعجبني برشا أنا مسميه مفعول سحري أنا. ونحضروا يعني شيشة عادية، دبوزة عادية أو قرعة يعني اللي هي بوتاي. توكلنا على الله، نحو الغطاء، نحو بالسياسة ديما باش الكرافة هذوكا ما تكسروش، لأن نكسروا بصورة تام. نحو الدريت هذايا نتاع التربو احتياط، تنجم يعني تستعملها من غير دريت، خلي روحك ساعة وتحطه حتى لوطا هيك مهمش. نحيو هذا زاد الرجوج باش ما يكسرناش، لأنها بلاستيك يعني وفراجيل ياسر. علمكم مرة أخرى كيش نحو الديريت هذايا، الديريت هذايا، هذايا بوا عندنا هذايا لونطريب، هذا السورتي. نحيو هذايا السورتي، في شيء انزل على هذايا وحيدة كحلة أو زرقة تلقاها أو خضرة، تنزلها وتجبد، وهذه كيف كيف. هذايا نزيد الديريتات نحيناهم، خلوهم على جهة ما نعملو فيهم شيء. نجيو هذايا الديريت اللي هو نتاع اللي نحطو فيه واحد، حطيناه في اللي، وهذا عندنا هنا الرطوب، عندنا الرطوب نحطو فيه واحد، كان عملية واضحة وسهلة. عندنا هذايا البرودوي، نفتحو ال هي بالغطاء نتاعها تنجم تفتح، تعمل هكا دور الدروة تفتح، صبوه في اللي. الوحدة هذي في الدبوزة هذي وفي البوتاي هذي، هو حوالي 4 لتر هذي كيما هكاك، 325 ملليلتر متاع أكثر من 4 لتر. نحطو هذايا الدريسة طويل، لأن ديما هذايا حطه طويل وإذا بيك ينزل لآخر لآخر البوتاي لآخر الدبوزة باش ما ياخدش هواء. نحط هذايا هنا، وهذايا حتى تحطها الفوق على عادي، ما فيش حتى حاجه مشكله يعني، انا حتى الفوق كل ماهيش قديمه. هو هنا انا باش نشغل السياره، نشغل المحرك ونشوف العمليه كيش تصير كيش يدور. وانا قبل هذا عملت ميثود اللي هي ديريكت يرجع للريزرفوار بعد يرجع هنا للزكسيون، تلقوها اللي نتاعها تحت الفيديو، اللي يحب يزيد يكمل يفهم الموضوع اكثر. تو باش نديمارو المحرك، شوف العملية كيف صار، البيت يعني في المحرك يرجع واضح اللي هو امامنا، هو الرطور هذا الرطور امامنا، وهذا كلمي هذا تو بروفي صف من غير جازوال من غير مازوط، لازم نخلوه هكا يعني نتاع يعني 5 دقائق 10 دقائق
يعني شفت احس الموتور كيف تغير، يعني احس الموتور تم بدا يتغير، يعني احس بتاعه بدا يصفى اكثر، لانه يعني قاعد ينعمل في المنتوياج يصير فيه فرمي. خلوها على مهلة كيف هكا هذه، يعني وكون ثم اخ اخر طلب مني بتعملها في كاسونسات، كون نحاول نعملها هنا كاسونسات الكومبريكسيون جاية من تالي وصعيبة شوية، في النيجان سهلة، في الكليو سهلة، في بعض السيارات اللي هي البومب هذه الكسيون ديما قدام سهلة. نشوفوا تو الموتور قداش ولا ارتاح اكثر، شوف حتى البوتاي ما عادش تتحرك زي الاول، يعني دو بالله العملية ماشية عادية. هذا تو ياخذ في البرودوي من الدبوزه من البوتاي ويعاود يرجع فيه البوتاي، يعني الريزرفوار ملغي، يعني الريزرفوار ملغي، البرودوي يعني يمشي من البوتاي للبوتاي بالديريتات هذوما. شفت الموتور حسوا كيف تغير، يعني من احسن الى احسن، زي يتغير الموتور بتاعه، يعني نضافه تبدا تنضاف ترومبو الثلاثه يبدا نضافه. نلاحظ الموتور كيف بدا يرتاح اكثر. واضح اللي اظن الفيديو واضح. شوف فيه ثم الميثود الاول اللي عملتها انا في الريزرفوار، حتى هذيك باهيه كيف كيف، نجم يخلي المازوت في الريزرف على الاخر، كان ما نجمش يعمل العمليه هذه، ماهوش صناعي مش تكنيسيان باش نجم يعمل الحاجه هذيا، نجم يخلي المازوت في الريزرف وتشعل اللومب هذيك ويصب البروبي هذه ويمشي به. خليني نشوف فيه ثم حاجه ما قلت لكم عليها، انتم لاحظوا على الكاميرا يعني حتى التهزيل يعني تتحرك، يعني لانها مثبته فوق السياره، كل موتور كل ما الموتور يتحرك كل ما هي تتحرك معه، كل ما هي ارتاح كل ما الموتور يرتاح هي ترتاح معه، يعني اللي ثبت منيح في الكاميرا تو يشوفها اللي هي. شفت احس الموتور كيف يتغير، قاعد احس الموتور يتغير من احسن الى احسن. البروجي قاعد زي ما هو، يعني ننقص حاجة خفيفة. نحاول نكسلاري شوية. الموتور قاعد يتغير صوته من احسن الى احسن، هذا كان هذا في البول الموتور يتغير.
كان واحد من الخيان طلب مني كاش تغسل ال يحب ينظف المحرك نتاعي يحب يغسله بالماء ولا هو من بعدنا نعمل فيديو آخر تغسل فيه المحرك هذه بعد العملية هذه تغسل المحرك وننظفه ونوريكم كيف ننظفه وباش ننظفه ووقتاش ننظفه كيف مثلا وتقول اللين نتاعو تحت الفيديو هذا ولا تحت الفيديو آخر وهنا ما نحبش الكلاري شوية بداية على خاطر ثم جوج عريان هو لأن كيبدا جوج عريان يولي الزيت يتنطر من المحرك البر اللي صارش شوفوا في الكاميرات ساعات تتحرك ساعات تلاقي الموتور قاعد يرتاح مرة يرتاح مرة مرة أنا قاعد في سقف قاعد يخرج ما يقلقناش الزيت نرجعوا شوية الجوج حتى الزيت يخرج يتنطر علينا تو كل ما هو خد الموتور تو بارد تو كل ما تحدث الموتور يسخن تو البردوي قاعد يدخل معاه كي يدخل معاه يولي يعطي اللي فيه اكثر يعني يولي افكاس اكثر يولي يعطي ينظف اكثر لان ديما زي يعني معروف حتى في الماء السخون والبرد الماء السخون ديما ينظف اكثر من البرد معلش حتى الواحد في الحمام ولا باش يدوش الماء السخون لان الماء السخون هو ينحي اكثر الوسخ كذلك البردوي مع مع المحرك السخون وهو سخون البردوي يولي يعطي اكثر فاعليه ماذا بينا نخلو العملية يعني الماكسيموم يعني مش نربحو أكثر متويات ومن بعد اللي يحب يحتفظ بالبردوي هذا يحتفظ به واللي ما يحبش ينحي كان الدريس نتاع الريتور بركة ويحط الدريس نتاع الريتور في مكانه تو نوريكم ويخدم السيارة تو البردوي هذا كله يرجع للمازوط ويرجع يدور مع المازوط هذا يدور مع الريزرفوار واللي يحب يحتفظ به باش يعمل به مرة أخرى مثلا ما يحبش يشري مرة أخرى معاش كل واحد ظروفه ينجم يسكر عليه ويحتفظ به لمرة أخرى العملية هذه يعني من المستحسن إذا كان واحد يعني عنده ديسية هضمة ديسية هضمة أولا نصيحة لله كون المازوط ما تصبش كان المازوط المحطة نتاع الوقود يعني محط المازوط الكوست لأن الديزل المازوط هذا نتاع الشارع ونتاع المهرب هذا كله راهو مضر للانجكترات والبومب والانجكتر نتاعها مش رخيص غالي ومعقد ولهذا يجي يربح في الليتر يربح نص دينار ترسيلهم من بعد كل يلمهم يدفعهم في انجكتورات يعني ما عملنا شيء حكايه فرق من الاحسن يعني ديما يصب المازوط نتاع المحطه خاطر المازوط سيكون موثوق فيه والمحطه يشوف اذا كان فما محطه مثلا فتحه جديده او محطه عاليه على الارض لان يعني في المطر يعني ما يدخلهاش فيضانات الواحد مستحسن يعني محطة جديدة أو محطة عالية على الأرض وماذا به ديما يتجه للمحطة الجديدة المحطة الجديدة لأن خزاناتها مازال نظاف ومازال ما فيهمش تراب ما فيهمش ماء ما فيهمش وبهكاكا يربح يحافظ يحافظ على الانجكتورات نتاعو احنا قمنا بالعملية هذي يعني حبا فيكم يعني باش نعاونوكم حسب الخبرة اللي كسبناها من حياتي في الميكانيك حوالي 40 سنة أو 45 سنة حبيت ننفعكم بها ونطلب منكم الدعاء والتشجيع وإن شاء الله ربي يبارككم جميعا ويرحم والدين اللي رحم لي على والدي ويبارك اللي بارك لي وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نسيت الديريتات ما كتبتهمش، نرجعوا الديريتات لونطري بلاصتها والريتور بلاصتها هكاكا نكون كملنا العملية.